ها أنت اليوم في رفقة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وقد جاء لزيارة ابنتي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فلم يجد عليا في البيت فسألها أين علي، فأخبرتها أنه حدث بينهما خلاف زوجي، فخرج من البيت ولا تعرف أين هو، فتركها النبي وخرج أيضا وطلب من رجل أن يبحث له عن علي، ثم عاد ذلك الرجل وأخبره أنه نائم في المسجد. فذهب المصطفى إلى المسجد فإذا بعلي نائم وضع خده على التراب، وقد أصاب التراب شيئا من خده رضي الله عنه، فقال المصطفى قم أبا تراب، وأخذ النبي يبتسم ويمسح التراب بيده الشريفة عن خده رضي الله عنه وارضاه، والله نيالك يا أبا الحسنين. ولكن ملاحظة مهمة، النبي لم يسأل ابنته فاطمة عن سبب الخلاف والحادثة، فالخلاف يبقى صغيرا ما دام حبيسا بين جدران المنزل، ومتى خرج وتناقلته الناس أصبح ككرة الثلج، كلما تدحرجت صارت أكبر. فانتبهوا واحفظوا أسرار بيوتكم وحبكم في الله.